السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم الأحد، والجرام يرتفع 12 جنيه. وصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاع خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي. وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين للجرام مع بداية التعاملات، ووصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية لتصبح قيمة الزيادة 12 جنيه. أما الأسعار، ارتفع سعر الذهب عيار 14 683 جنيه للجرام، الذهب عيار 18 879 جنيه للجرام، الذهب 21 1025 جنيه للجرام، الذهب عيار 24171 جنيه للجرام. جنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل 8200 جنيه. أما الألصة بالدولار الأمريكي ب 1766 دولار الوقية. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.